السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة أم سندس، واليوم غادي نشارك معكم الكيكة تاع العيد ميلاد اللي كتجي رائعة وراقية في المنظر، وحتى في المذاق رائع بالفريز اللي غادي نشارك معكم بكل التفاصيل. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب تاعكم وفرجة ممتعة. ودابا غادي ندوز معكم للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا لا جينواز، فايت ليا شاركتها معكم، غير كنت درتها بسته د البيضات، هنايا درتها بثلاثه د البيضات، نص تاع الكميه اللي في الفيديو اللي غادي نخلي لكم لوليان تاعو في صندوق الوصف. وهنايا الكور تاع الفريز تا هو فايت شاركته معكم، غادي نخلي لكم لوليان تاعو اللي باقي ما شافوش في صندوق الوصف. وهنايا كنحتاج الماسكاربون والكريمه السائله باش نصاوب الكريم باش غادي ندير الحشو. هنايا بالنسبه لنفس الكميه تاع الماسكاربون الكريمه السائله، ديرو من قبل في الثلاجه. وهنايا غادي ندوز باش ندير السكر. بالنسبه للسكر هنايا انا كندير 3 د المعالق اللي كندير ديما، وكل واحد كيدير السكر على حسب الذوق. وهنايا غادي ندوز باش نطرب المكونات حتى نحصل على الكريمه. وهنايا صافي، هي الكريمه تكونت لينا كما كتشوفوا معايا، راه كتكون واقفه حتى لتزيين الكيك، راه كتكون زوينه بزاف. وهنايا هو الكورد غادي نطربو حتى هو شويه. ندوز معكم الطريقه. عندي هنا الحليب باش نسقي الجينواز، هنايا في هاد الديسك غادي ندير شويه تاع الكريمه، عاد غادي نحط الكيك الطبقه الاولى تاع الجينواز، وغادي نحط كما كتشوفوا. وهنايا غادي ندوز باش نسقيها. ندير هاد الكورد من الوسط على هاد الشكل، ممكن ناخذ الثانية كنديرها هكا، ونفس الشيء كندير هاد الكيغد. وهنايا صافي كنستمر بنفس الطريقة تندير كاع الكريمة على الطبقة الثانية، وعاد غادي ندوز ندير الطبقة الثالثة.
وهنايا غادي ندوز باش نسقي هاد الطبقه الثالثه بالحليب، عاد كنديرها فوق الكريمه وصافي. كندير ليها كاع الكريمه، نغطيها بالكريمه. وهانتوما معايا الفيديو كيشرح لكم اكثر. وهنايا صافي كنجي كنغطي الكيك بهاد الكريمه، كنحاول نغطيه كامل بشويه بشويه حتى نساليه. وهنايا الملون سدو على الكريمه اللي بقات ليا، حتى ولا على شكل غوز. ودابا غادي ندوز معكم للتزيين تاع الكيك. دابا غادي ندوز للتزيين تاعو. هنايا خديت الشوكولاته بيض ذوبته، زدت عليه هذا الملون السائل، بغيت يولي غوش شويه باش ندير به الدميعات. وهنايا كندور الكريمه على الشكل على هاد الجوانب. بالنسبه لهنا بغيت ندير دميعات ساعه، خسروا ليا حيت الشوكولات ابيض منين زدت عليه الملون جمد ليا، ما عرفتش علاش. مهم غادي نحاول باش نبدل ليه الديكور، ندير ليه هاد الحبيبات باش نغطيه. ودابا غادي ندوز للتزيين تاع الكيك من الجهه الاخرى. هنايا غادي نستعمل لي مورانغ اللي فايت ليا شاركته معكم. اللي باقي ما شافت الفيديو غادي نخلي ليها لوليان في صندوق الوصف. وهانتوما معايا تشارك معكم الطريقه تاعي في التزيين. وهنايا سديهم هاد لي مورانغ الصغار. وبالنسبه لهاد الورده اللي فيه شاركت معكم اللي درت في السطاج تاعي في لابولونجري. ودابا غادي ندوز للتزيين تاع هاد البسكويت اللي غادي ندير ليه لاباتا سكر، وغادي نكتب عليه جويوز انيفيرسير بهادو تاع الحروف اللي كنت خديت من علي اكسبريس. الصراحه زوينين بزاف، وغادي نشارك معكم الطريقه. وهانتوما معايا. ودابا غادي ناخذ هاد عجينه السكر، غادي نلصقها على الصابلي
دهنتها غير بشويه تاع الماء وغادي نلصقها، راه كيشد غير بشويه تاع الماء. بالنسبه لهاد اللعيبه تاع الحروف ضروري تبداو الحروف من الاخر تاع الكلمه باش فاش تدوروها تكتبوا يجيكم الكلمه مقاده. الا بديتو من الاول تاع الحروف راه كيتخسروا لكم، كتجي الكلمه مقلوبه. وهنايا غادي ندوز باش ندير انيفيرسير، نفس الشيء غادي نبدا من انيفيرسير، نبدا من الحرف ار ونزيد الكلمه كما قلت لكم ديما بداو من الحرف الاخراني. وهنايا صافي ما بقى ليا غير ندير هاد الصابلي اللي كتبت عليه جويوز انيفيرسير وهالكيكه تاعنا واجده. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب تاعكم وتجربوه وتخليوا ليا لي كومونتير ولي جيم باش تزيدوا تشجعوني، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وعائلتكم. وبسلامه عليكم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وهنايا بالنسبه للجهه الاخرى كما كتشوفوا خسروا ليا الدميعات من بعد ما زدت الملون على الشوكولاتة الابيض، مي غطيتهم بدوك الحبيبات كما كتشوفوا. وبسلامة عليكم.